موضوع حقوق الإنسان أصبح من الموضوعات اللي بتفرض نفسها على الأجندة الدولية، وهناك تباينات في الآراء والرؤى بين العديد من الدول في هذا الموضوع. الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية وما يسمى بالعالم الحر لهم مواقف، والدول الأخرى لهم مواقف فيها في بعض الأحيان بتتفق مع الموقف الدول الغربية وفي أحيان أخرى لا تتفق. من الأهمية بمكان أنه الحوار حول هذا الموضوع الخطير والهام يستمر، وأن كل طرف يتفهم وجهة نظر الطرف الآخر. بالنسبة لموضوع الهجرة غير الشرعية، مصر كانت دائما بتشير إلى موضوعين. الموضوع الأول أن هي ملتزمة بالاتفاق الذي توصلت إليه مع الاتحاد الأوروبي في سبتمبر 2016 حول منع الهجرة الشرعية إلى أوروبا من سواحلها، ومصر نجحت في تنفيذ هذه الاستراتيجية، وهذا النجاح بيحظى بتقدير كبير من جانب الاتحاد الأوروبي. الموضوع الآخر أن مصر بتدعو إلى انتهاج مقاربة شاملة في التعامل مع هذه الظاهرة، بمعنى أن التعامل معها لا يكون قاصراً على البعد الأمني فقط، وإنما على المجتمع الدولي أن يبحث في الجذور أو في الأسباب السياسية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية التي تدفع الشباب الأفريقي والمرأة الأفريقية أن يخاطروا بحياتهم ويعبرون الصحارى ويعبرون مياه المتوسط من أجل حياة آمنة وحياة رفاهية وحياة في حرية في الدول الأوروبية. من ناحية أخرى، يعني هذا الاجتماع أنا في تقديري يصب في مصلحة مصر من جانب ومصلحة الدول الأربعة من جانب آخر. طبعاً هذه الدول الأربعة، المجر، هولندا، جمهورية التشيك، سلوفاكيا، هي دول نحن لنا تاريخ، لنا تاريخ من العلاقات الجيدة جداً معها. تعود هذا التاريخ يعود إلى الخمسينيات والستينيات، وهذا اللقاء الثاني يعتبر بناء على هذا الرصيد، على هذا الإرث الإيجابي في هذه العلاقات، وبيعزز كما قلت آنفا من الوجود والدور المصري من وجهة نظر أوروبية.